مشاهدينا سعد الله بالخير أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من استوديو عدن. سمعنا صرخات لألم هنا في مستشفى الصداقة. كان هناك طفل يتألم من داخل وحدة الغسيل الكلوي. ارتأينا أن ننزل هنا لنرصد الحقيقة عبر كاميرا الغد المشرق. معي سيكون هنا الدكتورة كفاية مديرة مستشفى الصداقة التي استضافتنا هنا في مستشفى الصداقة لنتحدث عن كثب. أهلا وسهلا بك يا دكتورة. أهلا فيك أستاذ صلاح. أهلا. قبل أن نتحدث سنذهب إلى تقرير ومن ثم سنعود معك هنا لنواصل محاور هذه الحلقة. مشاهدينا ابقوا معنا بعد هذا التقرير، لا زال الحديث في بقية. معاناة جديدة لمرضى الفشل الكلوي الذين يتجرعون الويلات للوصول لمركز غسيل الكلى في مستشفى الصداقة التعليمية العام في العاصمة عدن، عمقت أوجاعهم ومعاناتهم نتيجة وضعهم الصحي. عدم توفر الميزانية التشغيلية جعل القائمين على المركز يطلقون مناشدات للتحرك العاجل من قبل الجهات المختصة في توفير الإمدادات الأساسية والمواد اللازمة لجلسات الغسيل الكلوي لضمان استمرارية المركز وإنقاذ حياة المرضى. بعد أن شاهدنا وإياكم هذا التقرير الذي سلط الضوء على مستشفى الصداقة ووحدة الغسيل الكلوي هنا في مستشفى الصداقة وأيضا الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد بشكل عام، دكتورة كفاية التقيتك هنا قبل عام. كان لقاءنا في المستشفى لكن كان في داخل مكتبك، اليوم نحن هنا نطوف في أقسام المستشفى. ما الذي جد خلال هذا العام؟ قبل أن نعرف ما الذي جد خلال هذا العام دعيني أعدد المرفقات التابعة لمستشفى الصداقة. ما هي المرفقات التي تتبع مستشفى الصداقة وتقدم خدمات هنا؟ أولاً المبنى هذا الكبير الذي أمامكم هو مبنى الأطفال. مبنى الأطفال يحتوي على في مجموعة من الأقسام. أولاً تحت الطوارئ معك الحضانات، وبعد كذا قسم التغذية من هذا الجهة، قسم التغذية، وبعد قسم التغذية الباطني نساء والإنعاش، وبعدين معك أمراض الأورام الذي فوق والمنابر. الجهة الثانية العلاج الطبيعي، وبعد كذا هناك فوقه الإنعاش بالنسبة للأطفال وقسم الأمراض السارية، وبعده القسم العام، وبعده برضه قسم باطني رجال، وبعده الأورام، وبعده الدور الأخير الدفتيريا. هذه المرفقات التي هنا في المبنى؟ نعم هذا المبنى. المكان هذا بإذن الله بيكون مبنى جديد للنساء والولادة بإذن الله. يونوبس خلاص قد عملنا هذا الرسومات واتفقنا عليها، بيكون إن شاء الله مبنى جديد على بال ما يعني يكون هنا هذا المبنى، لأنه ما قدروا يتدخلوا نتيجة تسريب المياه الموجودة في المبنى القديم. قديم القديم، لكن إن شاء الله بإذن الله لنا مساعي حثيثة بأنه تتدخل جهات سواء من الحكومة أنها تتدخل في إعادة تأهيل المبنى الثاني وإصلاح ما دمر من تحت نتيجة الحرب والنازحين والإهمال على مدى سنوات. تمام. كما ترون هنا مخازن تعال. المستشفى هذه بالنسبة للمخازن منها اثنين للرعاية والأخير هذا لمبنى النساء والولادة. هذا المكان اللي تشوفه هنا هذا المبنى الجديد؟ لا، هذا أطباء بلا حدود. هو أساسا كان المفترض أنه يكون أكبر مبنى في أو مركز للغسيل الكلوي في عدن. بعد كذا في قبل الحرب بشوية عطوا لي أطباء بلا حدود عشان القرحة الذي صادف معنا أثناء الحرب، وهذا عبارة عن خزانات تتبعهم. هنا زي ما قلت لك، وهنا جنبه المحرقة، محرقة النفايات. وبعدين في جنبه هنا اللي في الجهة الثانية اللي هو الطب الشرعي، وكما ترون هنا هذا مصنع الأكسجين. هذا الفاضيين. مصنع الأكسجين. طبعا هذه الأصوات الآن التي هي معنا مرافقة لنا، الصوت الضجيج هذا هو لأن مصنع الأكسجين الآن شغال. تفضلي. نعم، مصنع الأكسجين. هناك ثلاجة الموتى معنا، ثلاجة الموتى، مبنى الصيانة. هذا بإذن الله لنا مشروع كبير، المكان اللي هناك مشروع كبير بإذن الله لعمل مخازن مركزية خاصة في المستشفى هنا. أيوة، مؤهلة تكون بشكل كامل، لأن إحنا الآن متفرقين، مخازن المستشفى متفرقة. هنا معنا الجهة هذه الثانية معنا أولا هنا مبنى المركز الفشل الكلوي. أيوة، أو وحدة الغسيل الكلوي. ومعنا هناك مبنى الوبائيات اللي كان كورونا أيام فترة الكورونا، ومبنى النساء والولادة هناك،
وبعد كده هناك بتشوف فيه الإدارة وفي أيضا كمان صيدليات. الإدارة طافت على المختبر وعلى المرفقات الداخلية. نعم. هذا مصنع الأكسجين شغال؟ ايه شغال الحمد لله. كم باقة الإنتاجية؟ هو بدأ الافتتاح كان في تاريخ 3 أكتوبر ومنذ يعني ذاك اليوم ونحن مستمرين في العمل فيه بإمكانياتنا البسيطة حسب الكهرباء. يعني كلما كانت الكهرباء شغالة نحن شغلنا وعملنا طاقم. نحن معنا مولد بس ما نقدر ندفع الفيول يعني الوقود نحن نستلمها من البنك الدولي لا تكفي للمستشفى، نضطر ان احنا كمان نشتري من الايرادات، لكن ما اقدر اني اشغل مصنع الاكسجين بكل كذا، معناته انه اني كذا وقفت المستشفى. فعملنا طاقم، تدرب الطاقم كامل على كيف تشغيل المصنع من الفنيين الموجودين من شركه بوابه الخليج اللي كانوا هم المقاولين او الشركه التي اكتسبت المناقصه من سواء بالوزارة أو من المنظمة من البنك الإسلامي. الطاقم يعمل فقط في وجود الكهرباء شفتين. الطاقة الاستيعابية بالنسبة للمصنع المفترض 200 اسطوانة في اليوم باليوم وهي 24 hours لكن احنا مش قادرين نشغله 24 hours. فالآن نحن مع الكهرباء اللي هي شغالة تقريبا ممكن تشتغل إلى 40 دبة إلى 30 دبة على حسب الكهرباء كيف بتكون تشتغل. حلو، 40 دبه هذه تغطي احتياج المستشفى ولا عادي كمان؟ ما زلنا نحن ما نخرجش، نحن نستهلك اكثر من ذلك. بس نحن ما زلنا نستلم من منظمه الصحه العالميه، ما زلنا، لانه هذا ما يكفيش. لا ما يكفيش، لكن هو الان فتره اختباريه، هل المصنع كيف بيشتغل، ديمومه عشان ما يحصلش وفيات في حاله انه المصنع توقف. لكن نحن نسعى لاشياء كثيره كيف انه المصنع يبقى شغال عشان الكهرباء وغيره، وان شاء الله ونشوف كيف بالنسبه لعيوبه. هو فتره عاده اختباريه ونشوف عيوبه لو في حاجه. يعني هذا عاده تحت الاختبار؟ لا هو الان شغال الحمد لله، لكن برضه في مرحله التجريب تعتبر في تجريبيه، كانت في شويه عيوب لكنها تصلحت وكلهم يقولوا مع الكهرباء. تمام. طيب انا اشوف هنا في دراجات، هل هذه تنقل اسطوانات الى داخل المستشفى او الى خارج؟ هذه الان تتعبى الاسطوانات وينقلوها بعدين لما الاقسام الى الاقسام لما قريب الاقسام. ايوه تمام. طيب المرافق التي اضيفت الى المستشفى او التطورات التي طرات على المستشفى خلال هذا العام الذي انا التقيت قبل عام وقلت انه عندي كذا مشروع، ايوه هل دخلت للخدمه ام لا؟ طبعا احنا دخلنا البي سي ار فحص المسافرين او للكورونا كامل بي سي ار دخلنا مصنع الاكسجين كما تروا الان. الان في استحداث قريب ان شاء الله نفتتح مركز العزل اللي هو بيكون للوبائيات. مركز العزل هذا هو بيكون مش فقط كورونا، جميع الوبائيات الذي هي منتشره بيكون مستقل لحاله. وعملنا اعاده تاهيل لكثير من الاقسام بتمويل ذاتي، عملنا على الاستقبال، اعتقد انكم مريتم على الاستقبال وشفتوا الاستقبال. الاستقبال هذا كان بتمويل من اليونيسف. طبعا نحن عملنا رسومات وكذا وتابعنا الموضوع، دخلنا جهاز الايكو اللي كان يفتقر بالنسبه للمستشفى، عملنا شبكات اكسجين. هذه شبكه اكسجين هذه اللي هنا الصغير، هذا اللي هنا البيت الصغير، هذا رايح كله عباره عن الحضانات. وفي هناك كمان في المكان الثاني انعاش الاطفال، برضه ما عاد فيش اسطوانات تدخل للمكان، كله عن طريق البيبات تكون عن طريق شبكه متكامله تدخل الى الاقسام. هذه اكثر حاجه اللي عملناها. كمان عملنا اعاده تاهيل لصيدليه الطوارئ ومختبر الطوارئ، وعملنا كمان تاهيل عند الاداره والعياده الخارجيه. شرينا باصات، اشترينا باصات ايوه. الحمد لله يعني اشترينا باصين، واحد هايس 2018 والثاني زلومة. ما حساعدكم من ايراد المستشفى؟ لا الحمد لله المحافظ جزاه الله خير ساعدنا احنا بالخرده اللي كانت مثل ما تشوف هذه الاشياء المكسره اللي موجوده. عملنا مجموعه كانت موجوده هنا عندنا تبعنا وتبع مستشفى عدن المكسره، فعملنا له مزاد علني والمحافظ طبعا صادق علينا احنا بالجانب وساعدني انه واشتريته بمقابل، واشترينا بالمقابل وصلحنا اشياء كثيره موجوده في المستشفى. جميل جدا. طيب انا قرات طول لوحه داخل مكتوب الصيدليه المجانيه. ايوه عندهم تصرفوا الدواء بالمجان؟ طبعا احنا نشر، ما فيش اي علاج يباع في داخل المستشفى. ما يباعش؟ ما فيش اي علاج يباع في داخل المستشفى. ودائما نحن عاملين صندوق شكاوي، اي مواطن يشكو انه في حد يبيع له ادويه عليه التبليغ. وتستقبلوا شكاوي؟ ونستقبل الشكاوي. والان عاد نحن كمان مش بس كذا، كنا عاملين صندوق، الان عملنا ثلاثة ارقام، هذه الثلاثة الارقام اي مواطن قادر انه يتصل، بس بشرط انه بعد كذا يجيب ورقة مكتوبة
بتسجيل وقت النوبة، متى كانت وقت النوبة، اليوم والتاريخ والوقت الذي حصلت فيه، ويحط رقم تليفونه. يتم التحقيق ويتم عمل اللازم. دكتورة طيب خلينا نتكلم كده بشفافية، مع ذلك لم تسلمي أنت من الاتهامات. هناك اتهامات وأقلام تكتب عليك أنك احتكرتي المخازن وأنك بعتي حق المنظمات و و و وما إلى آخره، لك حق الرد. طبعا ردي أولا من عنده إثبات يطلعوا نحن مش خايفين. عدن دمرت لفترة طويلة ونخرها الفساد من الداخل، ولا يعني ذلك أن كل مدير مثل مدير. وأنا أقول في ناس فقدت مصالحها، والحكومي ضرب الخاص، وهناك من هو مدفوع حتى يدمر مستشفى الغلابة أو قبلة الفقراء، هذه مستشفى الصداقة. ونحن نقول كلما يعني زاد النباح كلما القافلة تصير أكثر ساعدها. عندك استعداد أنك تستقبلي الصحافة والإعلام؟ أنا صراحة أول أنا ما تصلت بي قلت لا، بالعكس إحنا عملنا إعلان. وقيت وفي عندك صحافي كمان؟ لا لعلمك إحنا عملنا إعلان، نحن على الرحب والسعة نستقبل كله عندنا بشفافية. تمام. طيب في كانت مناشدات لمركز الغسيل الكلوي. أنا سأخصص الجزء الثاني بالكامل من الحلقة للغسيل الكلوي، سندخل أنا وأنت إلى مركز الغسيل الكلوي وسنستمع إلى سبب هذه المناشدات، لكن قبل أن نذهب إلى ذلك دعيني أتحدث عن أقسام الأورام. هل هي تتبع إدارة المستشفى أم إدارة المستشفى؟ مركز الأورام معروف، وأي واحد مثقف فاهم متعلم يعرف أنه مركز الأورام تتبع المركز الوطني للأورام، والمركز أيوة المركز الوطني للأورام تبع الوزارة ورئاسة الوزراء والحكومة. أنا هنا فقط يعني هم كانوا في المستشفى الجمهورية وتم نقلهم هنا، نحن رحبنا على الرحب والسعة علشان خدمة الناس فقط ومؤقتا، لكن إن شاء الله بإذن الله لهم مبنى جديد بيبتني لهم بإذن الله وبيطلعوا بشكل مستقل. لكن نحن هنا كإدارة نحن نعتبر يعني لا ليس لدينا أي حكم لا ماليا ولا إداريا على المركز الأورام الموجود عندنا. جلسنا فترة هم كانوا بدون موازنة تشغيلية، ونحن كنا نمون المرضى بالغذاء من مطبخنا، رغم انه موازنة المستشفى ضئيلة جدا، لكن انا نحن موازنتنا 11 مليون 800 شهريا نحن اعلناها للجميع. الموازنة هذه لا تكفي لشراء محلول مختبر فقط، محاليل لمختبر واحد في المستشفى لا تكفي. مع ذلك انا سمعتك اول بتشتري جهاز. ايوه انا فصل الدم. اقول لك حاجه، احنا معانا موازنة تشغيلية من اليونيسف. هذه الموازنة التشغيلية تقدر ب 35 مليون، هذه ال 35 مليون مدقين احنا شهريا. يعني نحن الان مثلا الان في شهر 12، اخر مره استلمنا فيها كان في شهر 6. هذه الان لما تجينا احنا الموازنه، نحن كيف ان احنا بعض الحين تجي لك بعد سنه، بعض الحين بعد 8 شهور. بس تجي حق الشهور كامل؟ لا تجي لك مثلا حق ربع. تجي لك حق ربع. نحن ايش اللي نعمل فيه؟ نحن نحاول بقدر الامكان نعمل على شراء محاليل، نعمل على شراء اشياء الصلبه بالنسبه للمطبخ، نعمل على مثلا فيها بند صيانه وبند كذا، نعمل على صيانه الفلاتر الزيوت كذا بالنسبه للمولدات، نعمل على صيانه بعض المباني الموجوده في داخل المستشفى. يبقى معنا شيء ثاني، طبعا ما تكفيش، يبقى معنا شيء ثاني. الموازنه حق الدوله ضئيله جدا، مثلا معنا احنا 3 مليون و200، هذه بند الغذاء والملبوسات. تمام. يعني ايش غذاء وملبوسات؟ ملبوسات ما في بشراشف طراريح بالنسبه للزي بالنسبه للموظفين، هذا كله يعتبر ايش ملبوسات. ما احنا ما نقدرش نعمل في ذا الكلام، لانه مطبخنا يعني يوصل الى 8 مليون الى 10 مليون عشان انك تغذيه. فنحن كنا نعطي لاصحاب الاورام نعطيهم غذاء. سبحان الله، يعني احنا نقول انه لو عسى تكون صدقه بالنسبه للمستشفى، وهذا بالاخير مريض وهم يستحقوا. والان اجت معاهم موازنه وجلسنا مع بعض وعملنا اتفاقيه، يعني هم ولو انه مبلغهم بسيط لكن يساعد مع مبلغنا. نحن كيف نداهي في الحياه، أنا لانه في المثل العدني عندنا نص العمر ولا كله. بس انا بقول لك حاجه، احنا كمستشفى الصداقه لا يوجد لدينا مصنع خاص للارز ولا مزارع خاصه ولا تشتروا. احنا نشتري مثلنا مثل المواطن. نشتري بالجمله، نعمل مناقصات، نشتري ونمول المطبخ، وبعد كده تبقى معانا الاشياء الثانيه مثل السمك، مثل اللحم، مثل الدجاج اللي يصادف والخضار. ايوه نحاول بقدر الامكان كيف يعني نواكب ظروف الحياه، بحيث ان احنا نستمر نواجه كثير من التحديات، لكن الحمد لله معانا الله ومعانا الناس الخيره الذي تنقل الصوره الحقيقيه بالنسبه للمستشفى. طيب دكتوره كفايه، انا ساكتفي معك بهذا القدر من الجزء الاول لحلقتنا، سنذهب الى مركز الغسيل الكلوي لنلبي
المناشدة التي أطلقت من داخل مركز الغسيل الكلوي، وسنكون معك داخل مركز الغسيل الكلوي. مشاهدينا ابقوا معنا بعد الفاصل، لا زال للحديث بقية. من داخل وحدة الغسيل الكلوي عدنا لكم من جديد. أطلقت مناشدة هنا أوجعت كل الضمائر وكل القلوب التي تخشى الله. طفل يتألم في هذا المركز لعدم توفر المحاليل اللازمة لإجراء غسلة كلوية كان يحتاجها ولا زال. هنا العديد أيضا من المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي بحاجة إلى هذه الغسلات بأقل تقدير مرتين في الأسبوع، وقد تكون أكثر أيضا، ولكن حسب المتاح يقدم هذا المركز خدماته على الحدود الدنيا. دكتورة، مناشدة أطلقت من هنا، بصراحة أنا يعني نزلت إلى هنا بسبب هذه المناشدة، ما هي المشكلة التي كان يعاني منها الطفل الذي كان هنا في مركز الغسيل الكلوي؟ أولا المركز ده كما أنتم تلاحظوا هذا المركز فتح في 2014 وبعدين فتح رسميا في 2015 قبل الحرب بسنة. يعني هو كان على أساس المشروع أنه فتح قبل الحرب بسنة، لكن فتح يعني أساسي في فترة الحرب. طريق القصر كان مغلق واضطروا أنهم يلقوا لشركة تيكا وجابت هذه الأسرة اللي أنتم شايفينها، وجابت كمان 15 مكانة، وجابت المحطة والشيلر وبدأوا الشغل فيه. عملوا على تأهيل بعض الطاقم، كانت الفكرة من 2014، عملوا على تأهيل بعض الطاقم ودوهم على تركيا، بدأوا يعلموهم إيش هو الغسيل الكلوي وكيف الطريقة التي يتعاملوا فيها مع المكاين ومع المرضى. بعد كذا فتح في 2015، خلاص بدأ في فترة الحرب بدأ يشتغل. لما بدأ يشتغل كان في كل طاقته، تعرف لأنه مونوا بمحاليل ومونوا أجهزة كانت لساها يعني على الزيرو، وكل شيء الأمر كان جديد. بدأوا العمل فيه شوية شوية. الحرب كان لأنه أغلق طريق القصر، كان كل المرضى يعتبر ده المكان الوحيد الذي استقبلهم من داخل عدن ومن خارج عدن. ومن داخل اللي كانوا يقدروا يدخلوا عدن كانوا من هنا، كانوا كلهم يلقون هذا المكان لأنه طريق القصر كان مغلق والجمهورية كانت يعني مغلق. أغلقت وحدتين للغسيل الكلوي في الجمهورية ووحدة في عبود وأصبحت الطاقة عبود هنا. عبود تقريبا ما كانش في ذيك الفترة فيها، كان فقط الجمهورية وحدتين، كان الجمهورية والصداقة اللي فتح في الصداقة في 2015 رسمي. فبدأوا يستقبلوا الحالات هنا. طيب ما عملوا تشلوه موازنة تشغيلية خاصة في ذا المركز. تمام. كانت في ذيك الفترة يمونوا، جابت شركة تيكا الأشياء هذه كلها. بعد كذا بدأت الصليب الأحمر تمون بالمحاليل، وبعد كذا كانوا كمان يعطوا للطاقم حوافز، وبعدين كان بقرار من الوزير السابق إنه منظمة الصحة العالمية تبقى تدعم الصداقة والآي سي آر سي تروح على مستشفى الجمهورية. بدأوا بهذا الكلام. بعد كده أجت الكورونا. لما أجت الكورونا منظمة الصحة العالمية تقول لك أني توجهاتي توجهات كورونا، مش توجهات الدعم كله توجه إلى، لكن بستمر بإعطائكم المحاليل. سحبوا عليهم الحوافز. أني اضطريت أني لما أجيت اضطريت أني أعطيهم من الدعم الشعبي اللي جاي من بقية الأقسام أدعمهم فيه. إضافة لذلك جميع المرضى الموجودين الآن اللي تشوفهم أو المرضى بشكل عام اللي تجينا خدماته مجانية، بما في بتركيب الدم، الفحوصات، غيره، نحن نعمل له مجانية رغم إنه ما فيش موازنة تشغيلية، بس نحاول نحن نعصر من هنا ونغطي من هنا عشان نحن نعطي واجبنا أيوة تجاه هذه الفئة. بدأت منظمة الصحة العالمية تقول لك خلاص أنا بلغي الحوافز وبستمر بالمحاليل والمستلزمات. كانت منظمة الصحة العالمية لما تتأخر كنا نطالب جهات تانية ونشوف محافظات عشان نحن يعني نغطي الوضع النقص اللي موجود عندنا نحن. بعد كذا انا عملت طبعا مذكرات، مش بس على مدى سنوات، عملوا اعتقد حتى مدراء قبلي عملوا يعني مطالبات باعداد موازنه تشغيليه خاصه في بالمركز. مركز الغسيل مستقله عن موازنه المستشفى، مستقله عن موازنه المستشفى زي الجمهوريه وزي الاماكن الثانيه، لكن يعني حتى الان لم تجد النور هذا المقترح او هذا الطلب حتى من نحن برضه توجهنا، لكن ما فيش حد الان، ما فيش يعني متابعات منهم، لكن نحن من عندنا نحن نعمل واجب نحن. بعد كذا انا عملت طبعا بدات اول سفاره انذار اطلقها في شهر 3 وفي شهر 4 من هذا العام. من هذا العام ايوه انا عملت في البدايه السنه اللي فاتت. وقفت على نحن مكاين، المكاين دي طالبت الكل يعني رفض صيانة. أنا تحتاج صيانة رفضوا الكل، يعني يقول لك نزلوا مهندسين من مجموعة هايل سعيد، ولما نزلوا هنا طلعوا مبلغ كبير، وبعد كده نحن أعطيناه عشان إنه هايل سعيد
انه بيجيب يعني المكاين دي او بيشوف قطع الغيار، هاي سعيد يقول لك انه المبلغ هذا اوفر. طيب نحن ما عدينا هذا الكلام، نحن ما عندنا مهندسين متخصصين في ذا الجانب، انما هم مهندسين ناتكو الذين نزلوا لما هنا الوكاله التي الوكاله تورد هذه، لان الاجهزه هذه جامبره نوعيه الماني جامبره ومحاليله تختص فيها. فهو المورد حقها كان هايل سعيد على شركه ناتكو. بعد كذا نحن قلنا لهم ان احنا مش نحن اللي عدينا التقرير، التقرير موجود معانا موقع عليه من شركه ناتكو. ايضا لم تجد النور، حاولنا نطالب كثير كثير كثير، عملنا استغاثات. بعد كذا الفاعل الخير الرحاب ساعد نحن بشراء 3 مكاين جديده وصلح المحطه وصلح الشيلر. بدانا نشتغل حلو، وبداوا بعدين منظمه الصحه العالميه تقول لك صفاره الانذار، نحن ما بنقدرش نستمر، ما بنقدرش نستمر. انذروكم؟ ايه نحن، انا كنت اتابع وهم كانوا يقولوا لكم ما بنقدرش، يقولوا شوفوا نحن بنشوف كم باقي معانا بالمخازن، بنشوف كذا. نزلوا حتى من مركز الملك سلمان وصوروا المركز وكذا، وكنت انا يعني سعيده انهم بيكونوا بيمونوا المركز بالمحاليل وكذا، لكن ايضا لم تجد النور. بعد كذا انا عملت مذكره في 3، عملت في 4، عملت في 6 و7 و9 و11. التقيت بالوزير بكل الجهات يعني؟ التقيت بالوزير يوم 13 يوم ما فتحنا وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، وكلمته وقال لي يا دكتورة لأنه ما يعني نوع الأجهزة حقكم جامبرو مش برزينيس، لو كانت برزينيس كان سهل علي أن أنا في محاليل ممكن أسحب لكم إياها. طيب إيش الحل؟ قالوا بنشوف كيف الحل. عملت مذكرات كمان للمحافظ والمكتب الصحة، جلست مع المحافظ وقال لي المحافظ بشوف ايش من داعمين ممكن احنا نوجههم عشان شراء المحاليل. بعد كذا شفت انه ما فيش اي فائده. برضه اتواصلت انا نفسي لما دريت انه في واحد اسمه عبد الوهاب النومي، اتواصلت معه في منظمه الصحه العالميه وقلت له يا اخي اعطيني لب الموضوع عشان اني اكون فاهمه ايش الموضوع. قال لي يا دكتوره الدبليو اتش او المانح اللي كان يمون محاليل الغسيل الكلوي يقول لك اتجاهات الان ما عادش اتجاهات للغسيل الكلوي. خلاص هم يعني يقول لك الان مع حرب اوكرانيا ومع الحروب الثانيه المانحين يتوزعوا، فيقول لك يا دكتوره ما عادش انه متوجهين، فعلى الدوله هو المفروض انا كنت بقول لك ان الدوله المفروض انها تخصص موازنه تشغيليه لمراكز الغسيل الكلوي ليس فقط في الصداقه بل كل المراكز المتوفره. بقينا ترقيع يعني لضمان استمراريه. رئيسه القسم ضياء الدقم كانت تضطر انها تروح الى محافظات ويمسكوها عشان تجيب اللاينات، اللاينات هو يعني هذا البيب اللي ما بين المكنه وما بين المريض. مش موجود كان معانا، واضطرت انها تروح ومسكوها في نقطة الصبيحة، وانا اتواصل الساعة 3 الفجر والساعة 5 الفجر، وتواصلت مع الدكتور السقاف عشان بس يخرجوا، يعني الدكتور السقاف هذا اللي ماسك اللي تبع المنشآت في النقاط هذه عشان يخرجوهم. وسبحان الله صادف انه واحد من النقاط امه تغسل عندنا احنا، فهو تعرف انه فعلا ده رايح للصداقة واطلقوا الشاحنات هذه، ونحن ندفع قيمة الشاحنة توصل الى 2000 سعودي 2000 ريال سعودي مصاريف النقل، توصل مصاريف النقل فقط. الاشياء الذي انتم تطلبوها اصلا مساعدات، هي مساعدات ايوه من محافظات ثانية. امس اول امس من كان من المهرة ايوه ماشي. اخر حاجة لما الان تقفل علينا الوضع وفعلا ما كانش معانا خالص، ففي فاعل خير برضه معه قريبه هنا اتكفل ب 100 دبه يعمل فيها بالنسبه للمرضى. بتكفي الكم هذه؟ لا ما بتكفيش يعني ما بتكفيش هذه. وبعدين عملت مراسلات للمهره لمدير صحه المهره والحمد لله ساعدوني، وتكفل فاعل خير بالنقل بقرابه 1,800,000 ريال نقل من المهره الى هنا. الان شوفني اسال الدكتوره جبين مسؤوله هنا برضه في القسم كم بتكفيك وكم الكميه اللي اتقات؟ فقط 1000 مريض. 1000 مريض فقط. طيب هو كم عدد الطاقه الاستيعابيه او عدد المرضى الذي لا مش 1000 مريض 1000 غسله. طيب 1000 غسله يعني المريض الواحد يحتاج غسلتين بالاسبوع تقريبا. هو المفترض 3 غسلات بس انتم تعطوه غسلتين حسب ايوه. طبعا احنا هنا المركز لانه شوف 15 مكنه موجوده فيه، المركز هذا يستقبل تقريبا الكرونيك الحالات الكرونيك اللي هو المزمنه 160 حاله. الحالات اللي يوميا يعني تجي بالشفتين، نحن فقط شفتين، فهذه الحالات تقريبا 45 حاله. هذا الان اللي انتم تشوفوه هذا الشفت الثاني مش الشفت الاول، يبداوا من الفجر من الساعه 5 الفجر او 6 الفجر ويواصلوا، وبعدين الشفت الثاني ياخذوا من 3 إلى 4 ساعات على حسب يعني بعض الاحيان يكون المحاليل قليل نضطر نحن ننقص الجلسات بس السموم ما تتنظفش بشكل كامل بالنسبه للمريض، يكون على حساب المريض.
تجي على حساب صحة المريض. ايوه على حساب صحة المريض. المرضى اللي يجون احنا طبعا في حالات الاكيوت، ايش الاكيوت؟ الحالات الحادة اللي تجي من الانعاشات، تجي من نزيف الامهات، اي مريضة تحصل معاها تسمم حملي تحتاج انها تعمل غسلة، بعض احيان تنضرب الكلى وتحتاج اي مريض هذه غسلة مؤقتة تنتين ثلاث اربع بعض احيان حسب بعدين التشخيص. طيب في اطفال برضه نفس الكلام، في كبار يدخلوا العناية المركزة، في اي عوامل نزيف يصير كمية الدم ما توصلش للكلى بشكل كافي فتنضرب الكلى. طيب دكتورة أنا داهمني الوقت، أنا كنت أريد أن أفتح معك وقت أطول من ذلك، لكن دعينا نوجه مناشدة هنا عبر الإعلام وعبر قناة الغد المشرق لمن يهمه الأمر، تفضلي الكلمة لك. المريض بذمتنا جميعا. يعني أنا أسأل الجميع بأن يعني يعيدوا النظر في مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الصداقة، هو المركز الوحيد الذي حاليا بدون موازنة تشغيلية وبدون داعمين، فنحن نتمنى مش حلول يعني ترقيعية، نحن نتمنى يكون مستدامة. في حل جذري. فالطاقم الموجود هنا حتى حوافزه أنا أحاول أوفره من الدعم الشعبي. بعضهم يقول لك فين يروح الدعم الشعبي؟ الدعم الشعبي هذا اللي يجي من الملفات، من المختبرات، الرسوم، من الرسوم دي البسيطة الرمزية، نحن نغطي فيه بعجوزات كثيرة. هو أغلى فحص عندك هنا بألف ريال تقريبا زي ما شفت الآن. طيب دكتورة كفاية الجازعي، أنا مديرة مستشفى الصداقة، أنا أتمنى أن أأتي في أوقات تكون أفضل من هذه الأوقات، وهنا اكتفاء ذاتي لمرضى الغسيل الكلوي أو حتى لمحصلي الخدمات الطبية الأخرى في مستشفى الصداقة. شكرا جزيلا لك على إتاحتك هذه الفرصة لنا، وأعتذر من المرضى الذين هنا ونزلنا في وقت هم كانوا في حاجة للراحة فيه. سألتقيكم في حلقة الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين أنتم في أمان الله ورعايته.